من الوصفات القديمة اللي كانوا بيستخدموها زمان للتخلص من الوش بتاع الأذن، بنجيب زيت زيتون ونحطه في مية، يعني إزازة زيت زيتون ونحطها في مية مغلية، ونحط 3 نقط في كل ودن من الودان، ونسيبها نحطها في الودن ونسيبها لمدة 3 دقايق على الأقل، وبعدين نفضيها ونعمل الودن التانية. بعد كده كانوا في زمان أيام نفرتيتي وحتشبسوت بيجيبوا فص توم يقطعوه ويحطوه في حتة خلة كده، يحطوه على بوابة الأنف، بوابة الأذن، علشان الزيت بتاع التوم يبدأ يبخر جوه ويعقم جوه ويسخن المنطقة اللي جوه دي بعد زيت الزيتون. الوصفة دي من الوصفات اللي كانت ساحرة ورائعة وعجيبة، وبتخلص وبتخلي الناس تتخلص من الوش اللي في ودانها. الحجامة اللي خلف الأذن حاجة من الحاجات المهمة جدا، يوم 17 أو 19 أو 21 في الشهر العربي، يا ريت تجربي ده.